ابو مازال معتقل عاد تعتقل 6 شهور 6 شهور مسكين يلاه يلاه شنو كان كيدير مسكين خلى لي واحد 20 شاه ديال الغنيمه عاش دابا النص خلى لي مسكين والله الا انا كنجري معاه ما حير الاولاد وديك الجريمه واش وقعت بالضبط ها وقعت اخويا المهم انا قلت لك المحضر في الاشفيه يعني في 2015 واحد شهر 11 2015 دوار ايت بن موسى مساء الخير متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة تيفلت حيت كنتواجدوا في نواحي دوار بن موسى اليوم مع كنتواجدوا مع الأخ ديال المتهم اللي يعني اللي المتهم في قضية ديال قضية ديال المقتل ديال واحد الشاب اللي كيبلغ من العمر 37 سنة من داوود السوابق العدلية اليوم جينا باش نعرفوا الحقائق وكيفاش تم القبض على هذا الشاب اللي داس حتى داس 50 عاد تلقاو عليه القبض بقاو قول لنا بسم الله خويا هادشي وقع في واحد شهر 11 2015 هذا كان موسم جاو شي وحدين سكرانن طوموبيلتهم تمايا مقرقبين سكرانن محشن كلشي عندهم موجود لقاو في الطوموبيل راه عندهم المحضر ديالهم وكلشي وداهم صحابو داهم ديك السيد ديك الليله فاش مات هذاك السيد هذاك الموسم داو صحابو واحد عنده سوابق عدليه راه باقي مشدود الان محكوم ب 20 عام ولكن حيدت ليه 60 10 سنين والاخ ديالي ملي وقعت هذه الجريمه دوزو شي دوزنا السبت الحد الاثنين بداو تيجيو داروا شي تحقيق مع شي دراري خدامين معايا في القهوه موالي القهوه قالوا لنا غتمشيو داروا معاهم التحقيق جاو الثلاث طلقوهم وملي تلقاهم جاو نهار مع العشيه نهار ثلاث عيطوا لي انا قالوا لي غادي تجي جيت عندهم للدار لقيت الدار عامره لقيت واحد الكاس ديال اتاي حاطه الاخ ديال هذا السيد اللي عيط لي عطاني كاس ديال اتاي شربته دخل داك البوليسي اللي ولده هو الاول ناقش مع هاد الناس في الحلقه جا صاحبي اللي كان خدام في القهوه كان تيتفرج في الحلقه قال لي نوض ولدك راه كيدابز مشاو مشى داك البوليسي كيجري المهم وقع ما وقع انا ما شفت والو طاح داك السيد مات ما عرفتش شكون اللي ضاربه والله اعلم المهم داو صحابو ديك الليله دوزنا سيدي السبت الحد الاثنين بداو كيجيو حقو مع الدراري مع الدري اللي خدام معايا في القهوه بداو بواحد الدري ولد عم ولد خوه صغير عمره شي 30 عام ولا اقل من 30 عام داوه هو الاول الخميسات طلقوه الاثنين جاو داو الدري اللي خدام معايا في القهوه واحد خوه عسكري داوهم الثلاث ضلوا عندهم تبعوهم الناس اللي المعارف وداك الشيء تبعوهم ملي جاو في العشيه عيطوا ليا قالوا لي غادي تجي عندنا غتكلم الفلان مشيت انا عندهم دخل داك البوليسي لقيت الدار عامره مريح جا داك البوليسي اللي ولدو فعلا قال لي راه بقات غنوبتكم اولاد الهبيل المهم مشيت بحالي الصباح بدا تيجي هذاك السيد اللي داه جدرميه داك العسكري هو الاخ ديالو اللي كخدم معايا في القهوه قال لي تكلم جدرميه راه سولوا عليك انت هو المحجوب ولد على عبد الله وعبد الله الاخ ديالك قلت لهم انا خويا ما خدامش معايا في القهوه خدام انا ومحجوب وخوتكم جوج حنا اللي غنمشيو شهود لا قال لي غدي معاك اخوك راه حتى هما فين كان حتى هو كان معنا في الموسم راه حاضر في هذا الموسم غير هو راه ما عندوش علاقه بهذا الشيء وسيدي بقينا الثلاث الاربع الخميس هذا السيد تيجيني اربعة المرات خمسه في النهار تيجي عندي كتقول لي تكلم جدرميه كيجي لحق الدار كيصوني لي شي واحد كيقول لي راه لا جودان عيط لي دابا قول لهم يجيو دابا هذا بقينا هما هو هذاك البوليسي وهذاك واحد العضو ديال الجماعه قالوا لنا غتمشيو تكلموا ليهم وغتشهدوا بهذاك الدري اللي مشدود صاحبه اللي مشدود المهم حنا ملي مشينا ما شايفين حتى شي حاجه ما عرفنا ما نقولوا تنقولوا حنا راه ما شنا والو راه ما دايرين والو المهم ضلوا تيقتلوا هنا النهار كامل وهذا السيد اللي صيفطنا راه جالس قدام لافريكات في البيشي ديال الخميسات راه جالس في الشانطي ملي خرجنا في العشيه الاخ ديالي قال لي انا قال لهم انا والله حتى غنجمع الدوار كامل هو ينقص عليه هذا السيد اللي صيفطنا سد ليه فمه قال ليه ما تقول حتى شي حاجه عندنا الجمعيات عندنا المحامين غيدافعوا علينا المهم جينا بحالنا للدار الاثنين رجعنا عند جدرميه ملي رجعنا عند جدرميه اش داروا لنا ركبونا في طاكسي جابنا حتى المحطه ديال الطاكسيات خلص علينا لا جودان 100 درهم حنا ثلاثه قالنا ميعادنا المحكمه طلعنا حنا دزنا في الطاكسي مشينا لامينو طلع حتى شي واحد طلعنا للمحكمه هما داو معاهم واحد هذوك الجدان داو معاهم واحد السيد واحد كله سابق عدليه كله حباسات كله هادي تيقول داوه معاهم هما في الطوموبيل تتلاقينا تمايا دزنا عند وكيل الملك سوا كلمه كيسولنا قلنا له ودي حنا ما شناش وحنا ما عندنا علاقه بهذا الشيء
المهم قال لنا سيروا بحالكم. طلعنا عند قضيه التحقيق هذاك النهار ني دوزنا قضيه التحقيق قال لنا سيروا بحالكم. عاود رجعنا قالنا ترجعوا الاثنين الجاي، رجعنا الاثنين الجاي، رجعنا الاثنين الجاي سولنا قضيه التحقيق هذا قالنا سيروا بحالكم. المحامي اللي المحامي اللي كينوب علينا حنا ما شديناهش حنايا، شدوا لينا هذاك العضو، شدوا لنا هذاك العضو ديال الجماعه وهذا العسكري، وها هما اللي شدوا لنا المحامي. تلاقيناه هنا في المحكمه ما كنعرفوا ما والو، الدوسي ما قريناه، ما شفنا شنو فيه، ما حتى شي حاجه. كنسولو تنقول له استاذ شنو عندنا، تقول لنا ما عندكم حتى حاجه. المهم دوزنا التحقيق الاثنين الثاني، دزنا عند التحقيق قالنا سيروا بحالكم. دوزنا شي اربع شهور جاونا السواده، بدينا كنتقابلوا حنا ثلاثه ولا الدراري ولا الدرب ولاد القبيله، وهذاك الدري اللي تيشهد اللي داوه لجودان معاه في الطوموبيل بعيد منا ماشي والدوار ديالنا شمكار كله بلانات عنده، كان في الموسم تا هو كان حاضر في الموسم وكان سكران في الموسم تا هو راه كان سكران مع الرقماحيه نهار كامل والليل كامل. تيقول لهم هاد السيد راه كان هاز اله حاده، ولكن هاد الاله حاده ما كيقولش لهم انا شفتو ضرب، تيقول لهم ما كان هاز اله حاده. هو اخوك؟ هو الاخ ديالي. المحامي الحاله شنو هي؟ شنو كان هاز معاه؟ الاخ ديالي ما كان هاز حتى حاجه، ما عنده حتى شي حاجه في يده باش غادي يقول هذاك، غير نصبه، هذيك هي النصبه الاولى باش غينصبوا عليه، باش غيبقى متهم هو، باش الا كانت شي حاجه اخرى ما تبقاش باينه تولي والله ما في هذا شادا في هذا. المهم اسيدي دوزنا هذاك الاثنين التحقيق، مشينا بحالنا جلسنا شي اربع شهور هما يسيدعونا. ملي سيدعونا ولينا مواجهين مع الثلاثه الدراري اللي مشدودين، هذا اللي باقي ب 20، اللي باقي دابا محكوم كان تحكم ب 20 عاد قاتلوا 10 او حيدوا له 10 سنين في السجن راه باقي، وجوج صحابه خرجوا في نهار الحكم. تحكم هذاك الدري ب 20 عام والاخ ديالي ب 20 عام، حنا تحكمنا بسورسي. الاخ ديالي قالوا له سير بحالك الدار اخر، هبطوه معتقل، بقى معتقل عندهم من النهار الاول، خرجوا جوج صحابو كانوا معاه مشدودين خرجهم بالبراءه، هو بقى معتقل. الاخ ديالي حكموا لي ب 20 عام قالوا لي سير بحالك، خرج مشى بحالو. هبطنا عند المحامي قلنا له شنو كاين استاذ؟ تم ماش تقول لنا والو، شد الدوسي ما كتقول لنا ما عندكم حتى شي حاجه، وفي التالي كيبان لنا هذا الشيء احنا منصوب لنا وحنا ما جايبين لي خبر. قال لنا ما عندكم والو، المهم غنشوف ستيناف شنو غندير، وخلينا عطيناه مهله ديال اربع شهور ولا مع ثلاث شهور، قال لنا تعطوني 6 المليون، الدري راه ما عنده والو. المحامي وحنا نفكوا القضيه. المهم اخويا المهم بعت بهيماتي، بعت الجميع، طلبت الجيران، ما خليت ما درت، جمع دوك 6 المليون عطيتهم ليه. عطيتهم لي نهار اللي جا ستينا، فحيد لهم، حيدوا لهم 10 سنين، خلاو لهم 10 سنين. وخرجنا بحالنا، جينا بحالنا عاوتاني نفس المشكل. خويا وقيل 2018، انا ما بقيتش عاقل، هاد الوراق هما الوراق عندي. شحال داز؟ 4 سنين 5 سنين؟ ومن 2015، من نقول انت من البدايه ديال 2016 الى ال 4 سنين الى لا اكثر اكثر 5 سنين اخويا ولا 6 سنين، راه من قلت لك من 2015 في الدخول ديالها، نقول في الاول تل هاد العام هذا شدوه في شهر 6 5 سنين. ملي هزوه داوه ديريك للحبس، الدري ما داير والو، ما عارف والو، ما خلوهش يقول شي حاجه لا عارفه يقول. ودابا هو راه في الحبس تيقول لكم انا نقول الحقيقه، هذاك الشيء اللي سمعت في الدوار نقول. وشنو كطالبوا دابا؟ كنطالب انا من جلاله الملك، وكنطالب من الاعلام، وكنطالب انا رانا محروق على الاخ ديالي انا اللي مشدود ليا في الحبس. وشنو كيدير مسكين اختي اللي ما عنده حتى مهنه، ما عندوش شي مهنه، بهيمات خدام فلاحه، واش انا اللي بغيت نعرف انا واش هذا اللي قاتل روحه غيصيفطوه يهضر معايا في الطوموبيل ويمشي لراسو هو وصحابه؟ عمره 38 37 تجوج حتى تحكم ب 20 عام تجوج، واش هذه قتل روح اللي عاد تحكم وتجوج؟ وليد راه خلاه في المحل معايا. شحال في العمر ديال الوليد؟ الوليد اخويا تكون 3 سنين، دابا الدري تيقول لك بابا راه خدام. بغيتيش نقولوا لي ربك في الحبس، نقولوا راه خدام. لا حول ولا قوة، وانا خسر الدم، صحتي مريض، انا مريض حاليا، هو مريض في الحبس وانا مريض هنا. بغيت حقي، بغيت من صاحب الجلاله، بغيت حقي في الدنيا هذه، راه كاين غير النص هذا، راه الدرويش تنصبوا عليه. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، واي حاجه انا موجود باش ندلي بها ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الشاور. الوالده راه زحافه بتمسنا، شدوها غير بناتها جالسه عندهم زحافه بتمسنا. الوالد مسكين، الوالد حماق ليا، راه بغيتكم تمشيو للدار وتشوفوا المعاناه اللي في الدار. وانا كنطلب من صاحب الجلاله، كنطلب من الاعلام، كنطلب من اي حاجه
يشدوا لنا حقنا، حقنا بغينا. الله يديركم الشر. هذا موسم إلا ما عرفوش هما شكون ميتهموش واحد بريء. الله يديركم الشر. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيك بخير.